السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة أم فاطمة الزهراء. مهم البنات، أنا قلت إن شاء الله بإذن الله نبدأ معاكم ملاقية ديال ضربة واحدة. إن شاء الله فيديو آخر نبدأ معاكم ملاقية ديال جوج ضربات. مهم البنات، بلا ما نطول عليكم، الخيط مبروم على ثلاثة كما كتشوفوا. إن شاء الله بإذن الله، بسم الله. كنتمنى البنات نفيدكم بشي حاجه. ها انتما كيفاش تدخلوا الخيط. البنات نضربوا ضربه واحده توب، ضربنا المرة الأولى في التوب وعاودنا ضربنا المرة الثانية في التوب، غنضربو ضربة واحدة الوسط. هانتوما البنات كيفاش كديرو الخيط. كنتمنى يفيدكم في شي حاجة تعلموا إن شاء الله. من بعد ما ضربت ضربة واحدة البنات الوسط، غنعاود عاوتاني نضرب في التوب. نعاود ان شاء الله نضرب عاود ثاني التوب. ها انتم البنات كيفاش غديروا الخيط، فين تكونوا غاديين هنا دوروا الخيط بحال هكا. كنتمنى يكون الشرح واضح. نضرب عاود ثاني ضربه واحده في الوسط، ضربه واحده في الوسط. كنضربو عاود تاني توب. كنضربو عاود تاني في التوب، مكنضربوش الوسط حيت معندناش فين غنضربو. غنضربو عاود تاني في التوب. المهم البنات اللي بغات تعلم، أول حاجة تعلم لهاد الملاقية إن شاء الله، ومن بعد تعلم الشي لاخر. عاوتاني كندورو الخيط بحال هكا، كنخشيو في الوسط، كنديرو الضرب، نديرو غرزة في الوسط. باقية ديال ضربة وحدة. المهم البنات هاهو الخيط بروم على ثلاثة. المهم أنا درت لكم هاد اللون و درت اللون الأبيض باش يبان لكم. بسم الله. كيفاش ندخلوا الخيط؟ ندخلوا البرا في الخيط. نضربوا في التوب، ضربنا في التوب المره الاولى ونضربوا في التوب المره الثانيه. كنضربوا ضربه الوسط. كنضربو عاود تاني في التوب. كنعاودو نضربو عاود تاني في التوب. كنضربو في الوسط. كنعاودو نضربو في التوب. كنعاودو نضربو في التوب. وكنضربو في الوسط. كنعاودو نضربو في التوب. كنتمنى الشرح يكون واضح، كنتمنى نفيدكم بشي حاجة تعلموا للراندا ان شاء الله.
ضربوا في الوسط. هانتوما البنات كيفاش كنديروا الخيط، كنضربوا في الثوب.